يا ريت وارثه. السلام عليك يا وارث آدم سفة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا أثار الله وابن الثاريخ والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرديت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرواح المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البار التقي الردي الزكي الحادي المهدي، وأشهد أن العمة من ولدك كلمة التقوى، وعلام الهدى والعروة الوثقى، والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشراء ديني وكواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. وزيارة جناب الأكبر الإسلام نبرز كربة إلى الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرديت به. وزيارة حضرت عباس عليه السلام كرت كربتات إلى الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله ظالم لكم من الأولين والآخرين ولحقهم بدرك الجحيم. وزيارة مشهدي كربلاء عليه السلام كرت كربتات إلى الله. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أسفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناس، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى ابن مولى، السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا صاحب الزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. سلام عليك يا خليفة الرحمن، سلام عليك يا شريك القرآن، سلام عليك يا قابض الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أحوانك وأنصارك، ورحمة الله وبركاته.